ومع انطلاق موسم الصيف، كشفت شركة ال جي إلكترونيكس الجزائر عن تشكيلاتها الجديدة من مكيفات الهواء، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها أمس، حيث تميزت تشكيلتها الجديدة بأحدث التكنولوجيات، كما تميزت كذلك بخصائص متنوعة كالاقتصاد في استهلاك الكهرباء بأزيد من 70% والتحكم بمكيفات الهواء عبر الهاتف النقال، وكذا ميزة التشغيل في درجات الحرارة العالية. التغطية كانت لعاد الغضبان. جينا اليوم نقدم لكم التشكيلة الجديدة لـ LG Electronics لعام 2024. التشكيلة الجديدة هذه فيها دي نوفوتي وفيها تكنولوجيات يعني مميزة، منها وأهمها هي مميزة تيتروا. تيتروا هي ميزة تسمح للكليماتيزر تاعنا يعمل بطريقة جد عادية حتى في درجات الحرارة العالية جدا. وهذا العام زدنا هذه التكنولوجيا في الموديل ديوال كول تاعنا اللي هو أقل سعر من الأرت كول، وبلا ما نزيدوا له في السعر تاعو. يعني دو موديل ارت كول وديال كول فيهم ميزه لو كومبريسور انفرتور تي 3. كاين ثاني ميزه ثانك يو، هي حقا ميزه رائعه اللي نستعملوها خاصه الشباب اللي يحبوا بزاف التكنولوجيا الجديده. هي تسمح لنا باش نتحكموا في المكيف الهواء تاعنا اينما كنا. عندنا ثاني واحده من الميزات الاهم هي اقتصاد الطاقوي، تسمح لنا ان نقتصدوا 70% من فاتوره الكهرباء، شيء يعني فريمون رائع. كما اكد مصطفى كمال ان شركه ال جي الكترونيكس الجزائر وضعت استراتيجيه تهدف لضمان تغطيه متطلبات السوق الوطنيه من مكيفات الهواء في ظل الزياده على الطلب خلال الصيف، ومع ضمان السعر المناسب. مكيف الهواء ال جي سعرها ابتداء من 79900 دينار جزائري، والمنتوج راهو يكمل يلحق. انا بكره نديرو في التركيبه هنايا في الجزائر، دونك لا ديسپونيبيليتي راهي بوكو بلو فورت كو لي زاني بريسيدونت. دونك مع تقدم الصائفه رانا on est en train de rendre le produit de plus en plus disponible في كامل القطر الجزائري. ما عندنا اكثر من 80 محل ال جي الكترونيكس وين فيه اسعار يعني منظمه من طرف لا ديريكسيون جينيرال، من طرف المديريه العامه تاعنا. يعني كي تروحوا لمحلات ال جي الكترونيكس ما تلقاوش زياده في السعر مع زياده الطلب.